Hello guys, welcome back to my channel. أنا نور من لبنان وهذه قناتي نور أرقام. رجعت لكم وأخيرا بفيديو unboxing جديد يلي هو مشتريات منون. هذه الطلبية يلي وصلت تقريبا من حوالي شهر، كنت وقتها بعدني مبلشة فاينلز وهلأ تفديت وقدرت صور الفيديو. للصراحة أنا فتحت الباكج لأنه كان كتير محمسة، كانت كتير محمسة جرب البرفيوم. المهم فرح نعمل unboxing سوا للأشياء الباقية اللي أنا ما فتحتها ولا جربتها ولا شيء. أول غرض معنا يلي هو أول غرض أنا فتحته هو هيدا البرفيوم من لطافة، براند برفيومز إماراتية اسمه أنا الأبيض. أنا دايما بقول إنه ما بدي أشتري برفيوم أنا يعني ماشي مريحته، فهالمرة عملت عكس ما أنا بعمل وطلبت برفيوم قبل ما أشم ريحتها، يعني طلبتها أونلاين وأنا يعني ما بعرف شي عنها إلا ريفيوز لكم بلوجر، فطلبتها وللصراحة كانت أوفر هايبت، يعني كتير كانوا عم يحكوا عنها وكتير شفت فيديوهات، بس لما شميت الريحة هي ريحة حلوة مش سيئة، ريحتها فيها مسك وعربية كتير، يعني بيور عربية. اسمها أنا الأبيض وهي يونيسكس. أنا ما بحب البرفيومز لما يكون يونيسكس، يعني فيها يحطها الرجال فيها تحطها المرأة، فكرمال هيك أنا ما حبيتها، حسيتها خارج ماسكولين أكتر، يعني فيها ماسكولين نوت، فيها بتحسوا فيها شوي نوتات عربية وقوية كتير، يعني خارج رجال أكتر. أما تاني برفيوم يعني أنا طلبته وكتير حبيته صراحة، هيدي احلى برفيوم بشم ريحتها، حتى كذا حدا شم علي قال لي انه بها ريحتي كتير حلوه، بفكرها انه ريحه يعني ماي سكن، يعني لهالدرجه كتير حلوه وكتير خفيفه. فخشيلها من البوكس، وضروري ملاحظه كتير مهمه انه لازم يكون على الباكج هيدي الساين اللي بتجي هيك عن قريب، ضروري تكون هيدا الساين كرمال تتأكدوا انه البرودكت اللي انتو اشتريتوه من لطافة هو اوريجينال. اوكي هنشيلها من البوكس. البطل كتير حلوة، شكلها كتير حلو، ريحتها فلاورز، ريحتها ورود، تحسوا كأنكم بجنينة، انا هيك بتخيل حالي لما احطها، بتخيل حالي بجنينة وفيها كل انواع الورود بالعالم، الورود مش اللي شكلها حلو يلي ريحتها حلوة. فهيدا من أجمل البرفيومز وكتير مناسبة للأعمار الصغيرة، يعني ما بتخيل وحدة عمرها كبيرة بالعمر حاطة هيدا البرفيوم، مناسبة للعشرينات والثلاثينات، بحس يعني هيدا الرينج بالعمر، حتى مناسبة للتين ايجرز، كتير حلوة عن جد. هيدا أحلى برفيوم بشمه بحياتي، نوي بتعقد عن جد، بنصح كل حدا بده يطلب يشتريها وعن جد ما حتندموا اذا جبتوها. اما تالت شغلة طلبتها هي هيدا البرفيوم من ستاش اس جي بي، سارة جيسيكا باركر. المهم حافتحها مع انه هي مش لإلي، هي برفيوم فور مان يعني رجالية، بس شفت الريفيوز عليها كتير حلوين وكان سعرها كمان كتير مقبول، فقلت ليه ما بجيبه. ومبين انه هي شوي كأنه فيها اويل، مش شوي كتير، فهي هي إلكسير اويل بور كور اي شوفو، يعني مثل زيت معطر للجسم وللشعر. فلنشوف، حلوة الفكرة، الباكج كتير عادية، بتنحط كأنكم عم تحطوا سيروم. نشم ريحتها حلوة، يعني مناسبة للرجال أكيد، يعني هي رجالية. وكمان طلبت الكولكشن كينج لهيدا البراند، جرأت وطلبت برفيوم بدون ما شمون، هيدا كمان نفس الريحة حتكون، هيدا سبراي يعني هيدا برفيوم نفس الريحة، فبيجي الأويل وبيجي كمان البرفيوم، وهي شكلها براند فرنسي لأنه المكتوب على الباكج
هو بالفرنسي. بيجي هذا الشيء يلي كمان من نفس البراند سارة جيسيكا باركر، أطول براند بشوفها بحياتي. المهم بيجي مع هيدا التول البتاية الصغيرة الميني 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 صغيرة، تنحط يمكن بالشنطة أو بالجيبة إذا واحد حابب يتعطر وعنده شيء كتير مهم. نفس الريحة، يعني ريحتها حلوة. هو البرفيومز الرجالية بحسهم أنا كلهم نفس الشيء. وبتيجي كمان بالكولكشن، أنا طلبت كل وحدة لحال بس حبيت أجمعهم مع بعض ببوكس ككادو. من هيدي رول رولر بول برفيوم، كمان بتنحط بالباك، بتنحط بالسيارة إذا حدا بده يتعطر، ونفس الريحة أكيد. كتير حلوين صراحة. الباكج حلوة بلاك، فتخيلون كلهم ببوكس بيطلع الكادو كتير مرتبة. نكست طلبت هيدا الشيء يلي دايما بشوفه على فيديوهات الكير سكين كير وبادي كير، هو ملح الحليب يوكو سبا. حاطين انه هو بقلبه فيتامين اي وبيعطيكم سموث وبيبي سكين ولايتنينج، وبيبيض كمان وفي فيتامين اي، فكتير يعني بيرطب البشره بيعمل. هيدا بينعمل فيه سكراب مثل ما هن حاطين. رح جربه، مع انه ما بحب جرب هيك كتير اشياء كوميرشال يعني، بس كتير عبالي جربه، بشوفه كتير باماكن. وهيدا صنع تايلاند. الايتم هو هيدا الفازلين ليب كير، اكيد مجربيته من قبل وحبيت اطلبه مرة تانية. هيدا البراند، هيدا البرودكت الوحيد يلي بحسه كتير بيرتب بعمق، يعني بتحطوه على الشفاف وبضل تقريبا صراحة 12 ساعة. انا بحس الشفاف ضلوا مرتبين وريحته كتير حلوة، وكمان بيعطي لون كتير حلو للشفاف. عن جد ما بيعطي كتير التكستير هيك اويلي، بالعكس كأنكم حاطين مثل باتر، يعني كأنكم حاطين زبدة، بس ريحتها كتير حلوة اكيد. المهم اخر ايتم هو هيدا الشوغر سكراب من براند اسمه جاردان دوليونز. جاردان دوليونز بالارجن اويل والتيوميريك باودر. هو ما كان لازم اطلب شيء بالتيوميريك لانه بيصبغ شوي بالبشره، فهيدا له تكنيك اكيد يعني كمان ما يصبغ. بتجي هيك كيس بقلبه الشوغر مع التيوميريك والارجن اويل. مثل ما بتعرفوا انه هيدا السكراب بيشيل كل شيء شوائب وجلد ميت يلي بتتراكم على البشره ونحن ما بنشوفه. اكيد استعملوه بس للجسم، بس الجسم ما تقربوا ابدا على الوجه، وبعده ضروري الترطيب. اذا ما رطبتوا بعده يعني كانكم ضريتوا الجسم وما فتوا. فاللي بده يعمل سكراب بده يكون محضر بعد السكراب كمان بودي كير ومحضر البودي لوشن. وهيك بكونوا خلصوا كل البرودكتس اللي جبتهم انا من نون. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بليز اذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وتعطوني رأيكم بالغرض بالتعليقات. بليز إذا حيلا بنت بدها تطلب هالبرفيوم ما تطلبه، تطلبه التانية يلي هي اسمه فخر لطافة، هيدا تطلبوه. أوكي يعني كومن. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بليز ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة لأنه قربنا للأربع تلاف مشترك. وبحبكم كتير وبشوفكم بفيديو جديد. باي باي.